وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا دكتور عبد الملك اليوسفي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أهلا بك دكتور. مرحبا بالدول المشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني دكتور، ما هي الأوضاع الميدانية وأبرز هذه الجبهات المشتعلة في اليمن؟ الجبهات المشتعلة حاليا هي في صعدة وفي جبهة الضالع، هذه الأكثر اشتعالا في اليمن، والقوات المسلحة اليمنية هناك تحقق إنجازات غير مسبوقة على الميليشيا السعودية، ويبدو أنه جبهة الصعدة تذهب إلى تحقيق انتصار استراتيجي قريب، خصوصا يعني عند أفق القرب للوصول إلى مركز صعدة، مركز يعني محافظة صعدة المدينة صعدة، وهنالك أفق استراتيجي واضح لهذه المسألة. الجرائم الذي تمارسه الميليشيا الحوثية حق المدنيين الذين ارتكبوا القطابر هو يعكس المجتمع الميداني، وهذا السلوك تعودناه من الميليشيات التي تحارب الناس لما تتجه الى الطرف الاضعف في المعادله وهو نعم دكتور، يعني كيف ترى هذه الغارات التي شنها التحالف العربي على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي جنوب صنعاء؟ وهل تأتي برأيك ردا على القصف الذي نفذه الحوثيون في أحد الأسواق بصعدة، والذي راح كما ذكرت منذ قليل ضحيته مدنيين؟ عملية التحالف العربي الجوية لا تتعلق بالفعل، بل هناك بنك أهداف واضحة للتحالف العربي، وهناك قواعد استباقية قصارمة في مسألة الأهداف المحددة للتحالف العربي، وهي تأتي كنتاج طبيعي لعملية استخبارات، يعني تعطي المال لوجود تسليح لوجود طيران مسير أو لوجود إحدى الشخصيات المستهدفة من 40 إرهابي الذين أعلنهم التحالف العربي، وبالتالي عملية التحالف العربي لا تأتي بالفعل، وإنما تأتي وفق بنك أهداف واضح وعملية صارمة جدا من وقواعد صارمة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الملك اليوسفي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك.